وصلنا على مساحة جديدة كمان، فرح هي آخر مساحة بصباحنا لليوم. كتير من الناس بنلاقيهم مقنعين بأفكارهم، وبنقول إنه فعلا هدول الناس مقنعين. بالإضافة كمان لناس عندهم كتير من الأفكار المميزة، بس ما عندهم القدرة لإيصال أو التعبير عن هي الأفكار والإقناع فيها. اليوم رح نحكي عن هالجانبين مع الدكتورة لبنى بشارة، خبيرة بالتنمية الإدارية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح النور، أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير دكتورة. صباح النور. يعني نحن فينا نقول بالأول إنه الإقناع ممكن يكون ملكي عند كل شخص، أو عند بعض الأشخاص بيقدروا يملكوا هاي الملكة إنه أنا أقدر أقنعك بسهولة أكثر عن باقي الأشخاص. شو هي الملكة؟ بالبداية الإقناع هو مهارة، فممكن تكون ملكة موجودة عندنا من الأساس، أو ممكن نحن نتدرب على اكتسابها. معناته في عندنا ناحية إيجابية إنه لو ما كانت موجودة عندنا ممكن نتدرب عليها، مثل كثير نواحي بمواضيع التنمية البشرية هي السوفت سكيلز اللي هي نحن ممكن نستفيد منها ونطورها بمرحلة الشباب. نعم. ليش؟ لأنه نحن بهي المرحلة كثير بنشتغل على حالنا لنبني حالنا. لكن في نقطة اللي كثير هلا بالأبحاث والدراسات العلمية طلعت، إنه حتى بمرحلة الشيخوخة ممكن الشخص ينفتح عنده قنوات جديدة بخلايا بدماغه بتوصل لشبكات بتطور عنده مهارات جديدة. فإذا الموضوع لا يقتصر على مرحلة الشباب، ولا يقتصر على مرحلة إنه هي ملكة موجودة عندنا بالفطرة، لا، إنما ممكن حتى بمراحل متقدمة أيضا بالعمر. فالإقناع هو مهارة وهو فن التأثير على الآخر من أجل تغيير سلوك او معتقد او فكره معينه لنوصل لهدفنا. تمام. نعم. طب خلينا نحكي دكتوره اليوم عن العناصر اللي لازم تكون موجوده بالحديث ليكون مقنع. يعني في لازم صفات او عناصر تكون موجوده ليكون يعني جذاب هذا الحديث ومقنع. بالبدايه العناصر الاساسيه ليكون مقنع او غير مقنع، في عندنا عناصر اساسيه اللي تمام. هي اولا المصدر اللي هو الشخص اللي عم بيلقي الحديث، والمستقبل المتلقي، وموضوع الحديث. هدول ثلاث عناصر. لكن ايمت بيكون الحديث هو مقنع؟ لما يكون في عنا خصائص متوفرة بالشخص المصدر وبالمتلقي وببيئة المكان اللي عم نحكي فيه الموضوع. فمثلا الشخص اللي عم بيحكي ليكون مقنع شو لازم يتوفر فيه؟ اولا المصداقية. هلأ رح احكي مثال كتير كلنا بنقول مظبوط. اذا بيطلع مثلا اوقات شخص على التلفزيون بيحكي عن مسؤولياته ومهامه وهو لا يقوم بجزء البسيط منه، فنحن ما عاد عندنا مصداقية لهذا الشخص. تمام. ما عاد نسمعه مثلا، أو مباشرة ممكن نغير المحطة، ممكن نضحك إذا سمعنا وعد تماماً. جديد تماماً. فمعناته أولا المصداقية، ثانيا الثقة بالنفس، لأنه الشخص لما يكون متبني للموضوع بده يكون عم يحكي عليه بطلاقة، عم يحكي بمحبة له، بإيمان فيه. فإيماني بأي موضوع أنا بدي أقنع فيه بينتقل هذا الشعور للشخص الآخر، بينتقل محبتي لهذا الموضوع للمستقبل. فإذا هي عناصر بشخصية المصدر لنقول اللي عم بيحكي، المصداقية والثقة بالنفس وتسلسل الأفكار. يعني أنا إذا كنت كتير مقتنعة بموضوع لكن بحكي بنصه بآخرته بعدم تسلسل، ما بحكي المبررات مع بعضها، ما بحكي الأهداف أو النتيجة، فهون المستقبل المتلقي بضوج تبع فعطونا من الآخر، يعني شو بده حاجة نظرة عليه. تماما. فهون معناته لازم يكون في عنا ترتيب لموضوع الحوار. هذا الترتيب إمتى بنعمله؟ بنعمله مسبقا بذهننا قبل بيوم المساء مثلا، بنقول بدي طبعا إذا كان على مستوى هذا الموضوع. تمام. أما حديث عادي مع رفقاتي ممكن شوف طبيعة الشخص المتلقي. تمام. معناته مو بس المصدر في له خصائص، متلقي حتى المتلقي بشوف شو ميوله. يعني لو كان مثلا مديري بالعمل، لكن في أوقات الشخص رئيسي بالعمل ممكن يكون هو بحب الربح، فمباشرة أنا بقول له هذا المشروع هيك بحقق لنا ربح، فهون شو بروح على بركز له وبسلط الضوء على النواحي اللي بتهمه بالموضوع. نعم. ممكن يكون هو هدفه حاليا السمعة، انه يعمل لحاله اسم تلميع تمام لشخصيته ووجوده، فانا ببرز له النقاط اللي بتهمه بموضوعي. تمام. فمعناته ليكون الحديث او ليكون الموضوع فيه اقناع بدي عده نواحي تكون بشخصيتي، وعده نواحي تكون موجوده
أنا بعرفها بشخصية المتلقي. هلأ إذا بدي انتقل على الموضوع بحد ذاته، حكينا على أنه عناصر أي حديث هي المصدر والمتلقي والموضوع. طب الموضوع شو خصائصه؟ إذا حكينا جزء من المصدر والمتلقي، لازم يكون الموضوع فيه أولاً موضوعية، يعني موضوع بده يكون في موضوعية فيه منطق. طيب في أشخاص كيف منقول إنه بينجحوا بالتأثير لو ما عندهم كتير معرفة؟ نعم. هدول ممكن يتوجهوا للعاطفة، ونحن شعبنا بشكل عام عاطفي وبيتأثر، ويعني فهدول الأشخاص كمان ممكن ينجحوا لكن مو دائما. هذا إمتى بيرجع؟ بيرجع للشخص المتلقي وهدفه، هل هو فعلا بيتأثر بهي النواحي أو لا. فإذا عندنا مجموعة خصائص بالعناصر الثلاثة لازم تتوفر لحتى يكون الشخص مقنع. تمام. طيب دكتورة لبنى، اليوم بعض الأشخاص يمكن عندهم إسهاب بالحديث، بيحكوا بيشرحوا كتير لدرجة نحن بضيق خلقنا، ما عاد قادرين حتى لو كان الموضوع كتير بهمنا ما قادرين نسمع. نفس الوقت بعض المواضيع بتحتاج لشرح، تلاقي بعض الأشخاص بتختصر، أنا بدي واحد اثنين ثلاثة على اعتبار أنه هو شخص ما بيحب يحكي كتير. اليوم حركات الجسد بالإضافة لدقة المواضيع ودقة الكلام اللي نحن عم نحكي فيها قد بتلعب دور بإقناع المتلقي. ما بدنا نحكي كتير، ما بدنا يمكن حتى نستخدم حركات جسد خاطئة، ده هذا الشيء مهم. كتير مهم، لأنه في عنا شيء اسمه التأثير، يعني الإقناع حكينا مصادره وخصائصه، لكن في موضوع التأثير اللي هلأ تفضلتي فيه حضرتك، اللي هو منقول 55% من التأثير الشكل أو الصوري، يعني الرؤية تبعنا بيكون لها تأثير بنسبة 55% في الحديث. معناته شو بتتضمن؟ بتتضمن هي حركات الجسد، لغة الجسد، وبتتضمن الشكل، يعني الشكل اللائق مع اللباس المناسب مع الحركات المناسبة، لها تأثير بنسبة 55% تأثير الإيجابي. طيب التأثير أيضا الصوتي له تأثير بنسبة 35%. هي لسه ما عم نحكي على مصادر ولا عناصر الإقناع، هون في عنا هي لنقول المرافق للإقناع. فالتأثير الصوتي له نسبة 35%. الصوتي اللي هو نبرة الصوت مرتفعة حادة، أو مثلا صوت عريض، منلاقي مثلا بالخطاب لازم يكون الصوت عريض، بالقعدة مثلا فيها إقناع لصديق لازم يكون الصوت حميمي فيه مودة، بالعمل لازم يكون الصوت فيه جدية. تمام. هلأ لازم نعطي مسافات فواصل بين الجمل. ليش؟ لنعطي الشخص المتلقي قدرة على استيعاب ما ذكرناه. تمام. فمعناته إذا عندنا تأثير بالشكل وتأثير بالصوت نبرته وسرعته وحدته، وتأثير أيضا باللفظ. اللفظ نحن اختيارنا للكلمات المناسبة، لو نحن عنا نفس الموضوع وعم نعبر عنه صح، لكن في آلاف الكلمات اللي بتعبر عنه، فنختار الأفضل لما يناسب المتلقي مو ما يناسبنا نحن. تمام. الإقناع يحتاج لمعرفة المتلقي، وهي بيكون تأثيرها هو 10%. فشوفوا النسب قد ايه متباينة، وممكن الواحد ما يتوقع انه هالقد الشكل له تأثير. اكيد. تمام. طب خلينا نحكي اليوم، يمكن كثير من الشباب والصبايا لما بدهم يفوتوا يقدموا على حالهم لشركة او لعمل او لوظيفة عندهم مشكلة بالإقناع بتقديم نفسهم، كمان خلينا نعطي شوية أساليب بالإقناع لازم تكون موجودة. يعني حكينا عن الثقة بالنفس، حكينا عن الكاريزما، نوع الصوت كيف لازم يكون، أنا كيف فيني سوي خبراتي؟ تمام. أولا أنا بشوف المكان اللي رايحة، إذا هو رايح يقدم لمقابلة عمل، أنا هذا المكان شو متطلباته؟ هل بده فرضا سكرتاريا؟ فأنا بحكي بالأسلوب المناسب لهي الوظيفة. أما هل هو بده حدا بيعرف فرضا بأمور ورقية؟ أنا بظهر قدراتي وخبراتي، فبصير تركيزي الأكثر والمسافة الزمنية اللي بعطيها بحديثي عن المهارات المطلوبة بهذا العمل. هلأ أكيد بيجوز يكون عندي مهارات كتير تانية مو مطلوبة هون، فبيكون هذا شيء إضافي مضي على الوقت إذا حكيته ما بيفيده لهذا الشخص. تمام. فبركز على الوظيفة اللي أنا جاي أقدم عليها شو بتتطلب من مهارات.
وبحكي أنا شو اشتغلت سابقاً بهذا الموضوع وعدد السنوات، لكن بدون إطالة. فهون أنا قبل ما أروح على أي مكان لازم يكون مرتب، في عندي مرحلة ما قبل الإقناع ومرحلة الإقناع وما بعدها. مرحلة ما قبل الإقناع شو هي؟ أنا أكيد بعرف حالي رايح أقدم لوظيفة أو رايح أقدم مشروع أو بدي أحكي مع صديقي على موضوع أقنعه فيه، شو ما كان. إذا كان موضوع مهم بالنسبة لنا فأنا بدي أكون مرتب له. هي مرحلة ما قبل الإقناع، بحدد شو الموضوع، شو الهدف منه، ما يناسب الآخر فيه. ليش؟ لأنه الفكرة الأساسية بموضوع الإقناع أنه اجعل هدفي هو هدفك. شلون؟ بتحوير وتسليط الضوء على ما يناسبك بموضوعي. تمام. هي أهم وأبرز نقطة بموضوع الإقناع. فإذا مرحلة ما قبل الإقناع بجهزها وبجهز الاستفسارات اللي ممكن يسألها الآخر. يعني كيف إذا رايحين على امتحان فنحن بنقول والله هي تمام أسئلة الدورات صحيح. أو هي ممكن سؤال مهم يكون ممكن يجي تمام. فأنا هون بقول ممكن يسألني على هذا الموضوع فبحطه. هي أولا بركز على النقاط الإيجابية بالموضوع، لكن بحسب حساب يسألني على النقاط السلبية أنا ما بذكرها، لكن بحسب حساب شو جاوب إذا سألت. هي ما قبل. هلأ أثناء الحديث بكون أفكاري متسلسلة مترابطة، في اختصار بنواحي وإسهاب بنواحي أخرى. تمام. بعدين مرحلة ما بعد الإقناع بصير بطرح أسئلة عليه لأحصل على تأييده، لأكد تأييده للفكرة مشان نكون مثل حصلنا على اتفاق. طب في ناحية كتير مهمة ما منكمل فيها نحن بالعادة، إنه ما اقتنع الشخص الآخر وما وصلنا لأي يعني لأي شيء مشترك. هون أنا بنتقل من مرحلة هي من حالة الإقناع لحالة شو التفاوض. التفاوض هي تقديم تنازلات من الطرفين للوصول إلى اتفاق مشترك. تمام؟ هلأ ما وصلنا لتفاوض ما بالضرورة نختلف ونطلع متخانقين. بدي احترم رأي الآخر وبدي وصل لدور على طريقة أخرى كيف ممكن أقنع هذا الشخص. هلأ كتير مهم إنه نحن ما نضيع وقتنا. الشخص هو ما عنده ثقة فيني أنا ما فوت معه بإقناع، ما بيوثق الشخص، فأنا بكون مضيعة للوقت. ممكن دور على شخص آخر مشترك بيناتنا هو يقنعه بهذا الموضوع فما بوصله أنا. هلأ هذا الشخص طبعا أنا مو بالضرورة أخسره طول عمري، لكن عم نحكي عن هاي المرحلة اللي هو حاليا ما بيوثق فيني فرضا. فأنا بشتغل على بناء صلات تواصل، لكن هي بدها شوية وقت. وإذا موضوعي اللي بدي أقنعه فيه سريع فأنا لا بشتغل على موضوع بناء علاقة تواصل على المدى البعيد، وببعث له حدا يقنعه بالموضوع اللي أنا بدي إياه. تمام؟ فمعناته طبيعة الأشخاص كتير مهمة اللي نحن عم نتعامل معه. إذا هو ما في له ثقة بالشخص المقابل، أو هو ما له ثقة بهي المواضيع النوعية، مو بالشخص، بالنوعية هي المواضيع، فأنا بدي أدور على ما يخدمه ويحقق مصالحه ضمن موضوعي. نعم. أكيد. يعني دكتورة لبنى حاولنا قدر الإمكان نورجي كيف ممكن يكون طريقتنا بالإقناع الصح، يلي هي ملكة موجودة عنده فبيقدر يطورها، واللي هو أيضا يعني ما عنده هي الملكة فبيقدر يكتسبها اكتساب وتدريب. نقول لك شكرا دكتورة لبنى على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، واكيد بنتمنى يكون النجاح محالف كل الناس سواء بالاقناع او بالعمل وبكل مجالات الحياه. شكرا لكم وبتمنى لكم نهار حلو ومشرق. نهارك حلو اكيد ونهارك حلو كمان. شكرا على كل المعلومات اللي اعطيتينا اياها، وبنتمنى فعلا يكون الحديث دائما لاي شخص مقنع حتى الطرف الثاني هيك يصير في سهوله بالتجاوب معه. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم.